الفانتازيا لشهيد العموري تومي بالبولي تتظاهر خصصت للترحم على شهداء على أرواح شهداء تحطم الطائرة العسكرية، وهذا بحي العيش بلدية بني مراد في البوليدة. تغطية كانت لي هدى بالقاسم. الأخ كريم الشهداء الأبرار ها قبلي كيف نقول دون مناسبة سقوط الطائرة اللي نترحم على الشهداء اللي ماتوا في هذا المصاب بالجلل. نعزي أهالي الشرف ضحايا الواجب الوطني سقوط مطار بوفريك. كما جرت العادة كنا احنا كل عام من سنة كما يقولوا كل عام كل ما تعد تجدد السنة نديروا تظاهرة بمناسبة يوم العين. لما كانت الحادثة هذيك أجلنا هذه التظاهرة ودرناهم الاثنين، يوم العين ويوم الشهداء.